بونجور تاسع، تاسع اللي قدموا واللي بدهم يقدموا السنة الجاية إن شاء الله. هلأ عم بكفي حال امتحان شهادة التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي دورة 2023 الدورة الأولى، النظام القديم المنهاج القديم لبعض المحافظات. وصلنا على الصفحة الثانية عم نحل الجرامير. أنا بـ 11. Pourriez-vous m'aider؟ هل بإمكانك مساعدتي؟ Le verbe pourriez exprime بيعبر عن un souhait أمنية، une demande polie طلب مهذب، un conseil نصيحة، une demande directe طلب مباشر. لمعلوماتكم فعل pouvoir استطاع. بالأنت بو، بالأنتم بوفي، هيك تصرفه بالبريزان. إذا قلت له بوفيفو، هل تستطيع أن تساعدني؟ هذا بوفيفو، هذا دوموند ديريكت طلب مباشر. لحتى يكون مؤدب بحط بتشوفوا فيه إخ هيك كتابته، اسمه كونديسيونيل بريزان، هيك اسمه، اسمه صيغة شرط الحاضر، هيك اسمه. بس انتو ما لكم فيه كل هالحكي، لكم تشوفوا كتابته. بس تلاقوا بوغيي في قبل الازاد، قبله في اخ اي، يعني اخ اي او زاد، هذا بيكون صيغة شرط، وبكون حولت طلبي الى مهذب. واحد بتحسن بتساعدني، هذا طلب مباشر. بس بوغييفو، هل بإمكانك مساعدتي؟ هل بإمكانك؟ يعني فيها طريقة مهذبة أكثر، مستهذبه سيلفو بلي بتطلع أحلى. بس طالما استخدمنا إخ إي أو زد فهو صيغة مهذبة، دوموند بولي. ما أمنية ما أو لا، لو بتحسن بتساعدني أنا بتمنى، لا. أو نصيحة، نصيحة بقول له بتحسن تساعدني، هاي مي نصيحة. إذا نصيحة بقول له بنصحك تساعدني. إذا ما هي طلب مباشر ولا هي نصيحة ولا هي أمنية. دوز. دون كيلكوز أني، خلال بضعة سنوات. بس أشوف دون كيل دون ومع زمن. إذا قريب كتير نو لساعتين، بستخدم فيتور بخوش، مستقبل قريب، يعني جو في تو فا إل فا، والفعل جنبه بالمصدر. مدى ما شفت أكثر، هي عدة سنوات، خلال عدة سنوات الفعل لازم يكون بالمستقبل. مستحيل أقول له خلال عدة سنوات، في غضون عدة سنوات أنت نمت، ما بتصير، ما بتزبط. لازم أستخدم فعل بالمستقبل. خلال عدة سنوات لي جون، الشباب رح يقضوا بلو دو تان، وقت أطول سيغ إنترنت، على الانترنت. ايه طبعا عم يستنوا من البدايه. اون باسي ماضي، ما بتصير. باسي اي او ان تي امبارفي، ما بتصير. باسيرون، سيقضون. كيف بعرف الفوتور؟ من اخ زائد نهايه الفوتور، وليس نهايه الامبارفي. اي او زائد لا، هي لانه هون هي مع نهايه الامبارفي الطلب المهذب، اخ مع نهايه الامبارفي بالمستقبل، اخ مع نهايه الفوتور، يعني A I A S A O N S E Z A I A S A O N S E Z O O N T. طلعوا الفعل بقي على حاله في R زائد O N T. passeront، سيقضون وقت طويل. هاي viennent de passer، هذا فعل passé récent، الماضي القريب. لازم حتى يكون ماضي قريب كان لازم أقول il y a، منذ زمن قريب، بعد بقول ماضي قريب. معلش هي لمعلوماتكم. 13 شاك جور، كل يوم. جو تو، انهض، كل يوم انهض. مثل ما اني شايفه هون في شيء ضميري، فعل نهض سو لوفي، سو هذا نهض بالمصدر سو لوفي، وإن لما بيكون ضميري بصير جو مو تي تو إل سو نو نو فو فو إل سو. هلا طالما جو يعني مو، أنا هي فيها مو، عندي بي جو مو ليف،
أنا أنهض باكرا بالمضارع. 14. Dans ce quartier, في هذا الحي, je ne connais, أنا ما بعرف. ما بعرف؟ شو ما بعرف؟ في عندي نو وما في با. بس يكون في نو وما في با, احتمال الوحيد هو غيان للأشياء و بيرسون للأشخاص. كلكن ما بتجي مع النفي. إذا بيرسون, لا أعرف أحدا في هذا الحي, لا أعرف أحدا. كلك شوز للأشياء وما بتجي مع النفي. أنكور, هي أيضا وما لها علاقة بالنفي, لأنه هي ما بتجي مع الإيجاب. إذا الوحيدة تجي عندي بالنفي وما في با هي بيرسون. Je ne connais personne. 15. Tu trouves le restaurant. أنت بتشوف المطعم, راح تشوف المطعم à la bonne franquette. المطعم اللي اسمه à la bonne franquette عندي فراغ, وبعده l'hôpital, يعني اللقمة الطيبة à la bonne franquette, الأكل الطيب. l'hôpital, هلا في عندي لا هناك, ما صير هناك المستشفى. ici هنا المستشفى ما بتصير, وانما en face de l'hôpital, بدي حرف جر, امام المستشفى, امام المستشفى. à l'autre, شو à l'autre, à l'autre ما في الا معنى في الطرف, في الاخر, يعني شو هي في الاخر, في الاخر ما لها معنى. إذا أنت بتشوف المطعم, يعني أنا ترجمت اللقمة الطيبة, يعني هي مثل بمعنى إنه مثل كانوا سان فاسون, يعني هيك على الماشي, يعني مطعم بتعرفوا في مطعم اسمه على الماشي كذا, يعني هيك ببساطة أو هيك شيء. وأنا قلت عليها اللقمة الطيبة, ما بعرف ليش حبيت أقولها. En face de l'hôpital, أمام المستشفى, يعني بيطلع الواحد من المستشفى وبروح على المطعم, أو بيطلع من المطعم بروح على المستشفى. جينا على سيز. سي, هلأ سي هي اللي جمع المذكر والمؤنث, هي جمع مذكر, يعني لازم يكون جمع الكلمة اللي وراها. ليجوم, خضار, جمع مذكر ماسكولين بلوريل. سون شير, غالي. مين عرف جمع مذكر؟ بتقولي لا اس, لازم يكون جمع مؤنث. شير بس اس, لو كانت غاليه كان حطوا هيك, كان في اس بالاخير. اذا ليجوم جمع مذكر, لازم نقي كلمه جمع مذكر. بو, هذه الخضار الجميله. بل للجمع المؤنث, هي للجمع المذكر, هي للمفرد المذكر, وبل المفرد المذكر بديان بحرف صوتي. إذن بو. تسيت. جي إيغي دوما, سأذهب إلى هناك غدا. لا كيستيون كوركت, السؤال الصح اللي بتناسب مع هالجواب. شو سألت لحتى قلت دا روح لهونيك بكرة؟ شو بدي سألوني؟ كيف بدك تروح؟ أنا عم بقول دا روح لهونيك بكرة, يعني شو بدي سألوني؟ سألوني إيمت بدك تروح؟ كان إيغاتي أو سينما؟ إيمت بدك تروح على السينما؟ بدي أروح عليها بكرة. أفكي مع مين بدك تروح على السينما؟ بقول بدي أروح عليها بكرة. بوركوا, ليش بدك تروح على السينما؟ بقول بدي أروح عليها بكرة. لا, بدي أروح عليها بكرة سؤالة, طالما دوما غدا سؤال عن الزمن. متى؟ متى تذهب إلى السينما؟ أذهب إليها غدا. جيري دوما. 18. إيه لا, بيب أفوار لوكازيون دو فواياجي أون فرانس, صار عندها فرصة إنه مناسبة تسافر إلى فرنسا. هات بيب أفوار, verb avoir بالpassé composé, أخذنا verb être بالpassé composé, بالpassé composé بصير été. j'ai
été. هذا verb être بالpassé composé. Verb avoir بالpassé composé بصير j'ai eu. وطالما متصرف مع avoir فما بياخذ علامات لا تأنيث ولا جمع ولا شيء. إلى eu. ما بتاخذ أي علامة. مو علامة السؤال. ما بتاخذ أي علامة تأنيث أو جمع. بتاخذوا علامات إن شاء الله. إلى eu يعني نالت فرصة السفر إلى فرنسا. جينا على ترتيب الحوار. عندي ديالوج حوار بين شخصين صديقين حول نشاط طوعي. طيب خلينا نشوف أول عندي سؤالين بثلاث جمل إجابات تعتبر. بعدين نشوف آخر واحد بيكون هو يعني هيك جواب لا تعيين. جدي سيدي قررت أجمع أموال أو بروفي دي بيرسون ديموني لأشخاص محرومين. ما ببدأ رأسا حواري وبقول له للواحد وما بلاقي دايما بقول له قررت أتبرع. لا أبدا لازم يكون في سؤال قبله. سي لا ميري دو نوتر فيل بلدية مدينتنا. إيه إل سادريس أو جون بارتو وهي موجهة إلى الشباب في كل مكان. ما ببدأ أي حوار ب سي نوتر. لا بده يكون في ال. مين ال ال؟ لا ما بصير ال انه هي البلديه بلديتنا وهي تتوجه الى الشباب في كل مكان. ما رح يعرف اللي عم بحكي معه شو دخل شو رح يصير شو القصه شو الموضوع. بده يوقف قدامي مو فهماشي. اكل اكتيفيتي في اي نشاط فولونتير باي نشاط طوعي انت رايد تشارك هالصيفيه. هاي هي السؤال الاول راسا عرفته. هذا هو السؤال الأول. بأي نشاط أنت بتريد تشارك هالصيفية؟ خلينا كفي. ألوغ إذن أبداً ما ببدأ بإذن. حوار بإذن أبداً. جو بي بارتيسي وأنا كمان دا أشارك على إيش؟ أشوف الواحد ألوغ إذن وأنا كمان دا أشارك. رائع. أبداً ما بصير حوار بيبدأ هيك. كي أورغانيز سيت أكتيفيتي. مين نظم؟ هل ما ببدأ حوار فيه سيت إلا يكون في شيء بتعلق فيه. مين نظم هالنشاط؟ اين النشاط؟ ومين بيقدر يشارك فيه؟ شو هو؟ اسئله طبعا استفهام لانه ما واضح السؤال. زين هذا غلط اني انا ابدا فيه. هلا لما قلت باين النشاط انت بدك تشارك هالصيفيه هداك الوقت اللي انا قررت زين هذا واحد وهذا اثنين. انا قررت اشارك قررت اجمع اموال لصالح الأشخاص المحرومين. هلا شو بدي يقول لي؟ بدي لي عم بقول له على إنه أنا بدي أشارك بنشاط أكتيفيتي. مسألني قال لي بأي نشاط؟ بدي أقول له بدي يرجع يسألني مين نظم هالنشاط؟ يعني أول مرة قال لي بأي نشاط بدك تشارك؟ تاني مرة بيقول لي طيب مين مشارك بهالنشاط؟ مثلا مين بده يشارك بهالنشاط؟ ومين نظمه؟ وقتها منقول البلدية وكل الشباب بيشاركوا فيه. سنية هوني بضل بالأخير بحكي لحاله هذا الأخير بقول طيب وأنا كمان بدي أشارك. وهذا هو الترتيب. دايما لازم نفهم منيح الجمل ونلاقي أول واحد. طيب عندي الموضوع غادي يجي لنا النوس كتوب إعلان. إعلان يعني تحت بعضه مو رسالة مو مقالة مو إيميل. اكتب إعلانا لنادي أطلي لنادي نادي صيفي دو فوتر شوا. أنت نقي النادي اللي بدك إياه. بخيسيزي بدك تحط فيه ثلاث نشاطات ثلاث شغلات بيعملها النادي بيقدمها. كمان ليزوغير التوقيت من أيمت لأيمت. لا ديغيش قد بيطول هالنشاطات قد بيطول النشاطات هاي اللي بدها تصير. لبوت هدفه لادريس العنوان لحتى الواحد يشارك وعطي الى عنوان. كل هدول لازم احطهم اذا نقص بتروح علامتي. وشكل الموضوع عليه ثلاث علامات او اربعه يمكن. وين راح الموضوع؟ هاي الموضوع الاعلان. Pour vivre des moments. إذن هذا بديت بالهدف.
هذا البيت الهدف. Pour vivre des moments de joie et de bonheur, من أجل أن نعيش لحظات فرح وسعادة, notre club de vacances, نادينا الصيفي, vous invite, يدعوكم, هلا أنتو. وهذا نادينا الصيفي, اسمه نادينا الصيفي, يدعوكم لقضاء يوم, هاي ديغي, المدة, نهار. Sous-titre تحت عنوان Ensemble en plein air, معا في الهواء الطلق. هلا بدنا دات, تاريخ ايمت, لو ديمانش يوم الاحد 20 جويليه لسا ما صار, انا عازمتكم 20 تموز 2023, في 20 تموز 2023. هلا بدنا الاوغيغ التوقيت, يعني اين ساعة لاين ساعة. انتبهوا, الدات هو التاريخ, أما الأوغير فهو التوقيت بالساعة من 8 لل 8, من 8 الصبح لل 8 المساء. وين؟ لو ليو أو جاردان دو كلوب, في حديقة النادي. هلا بدنا نقول النشاطات أو بروغرام في البرنامج عندي. أويتور أكوي, أول شيء نستقبلكم. هلا بعدين بتي ديجوني, فطور. أنافور الساعة 9 بنعمل بريكولاج, أعمال يدوية. À 14 heures, on a un concours de dessin, c'est pour la rassem. À 18 heures, on a un jeu et compétition, à l'arabe ou à Sibok. On a un jeu et compétition. À 20 heures, fin, ça a chine, tu m'as un jeu, ça a bien l'os. À ma zèbre de compte, c'est l'eau, inscription, t'as dit, on a le téléphone. وهذا الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9, وعدقوا عليه ما بيطلع لكم حدا, بيطلع لكم الارقام التليفون. ميرسي افو توس, وشكرا لكم جميعا, وميرسي افو توس. خلصنا الاسئله وكانت معكم مدام عبد الكل. يا ربي تنجحوا, والقادمين ان شاء الله بينجحوا, ونشوف بعض على خير ان شاء الله. اوفوا.